roller coaster car enters the circular loop of radius r equals 8 meter at point A with speed v naught 20 meter per second as shown below. دي نقطة A ودي نقطة B. بقول what would be the speed of the car when it reaches the top of loop at point B, يعني بعد ما يلف من هنا لغاية هنا يوصل نقطة B. Consider the track to be frictionless. نطبق conservation of energy between A and B. هقول الكيناتيك انرجي عند A مع البوتنشال انرجي عندها الورك المبذول من A لB بيساوي الكيناتيك انرجي عند B زائد البوتنشال انرجي عند B. عند A السرعة مدهاني بعشرين يبقى نص في الماس في عشرين تربيع. البوتنشال انرجي تحت خالص فما فيش اتش بصفر، مفيش لا فريكشن ولا فورس. كيناتيك بوتنشال عند الكيناتيك انرجي عند البي نص ام في بي سكوير ده المطلوب، والبوتنشال ام جي في 2 ار، ام في جي 2 ار، الار ب 8 يبقى 16 من هنا لغايه هنا 16. نشطب الام مع بعض هيبقى ده رقم نص في 400 ب 200 يبقى هنا 200، وهنا في نص في سكوير في بي سكوير، وهنا في 9.8 في 16 اجيبها من هنا راحة من 400 بعدين اضرب في 2 واجيب الجذر التربيعي يديني الفي بي ب 9.3. طبعا لازم تقل لان اكتسب بوتنشال انرجي اللي هما الشويه دول على حساب الكيناتيك انرجي كانت 20 بقت 9.3. بيسالني what is the minimum speed of the car at point B in order for it to continue moving in the circular path without falling. عايز اقل سرعه، يعني ال 9.3 دي مش اقل حاجه، ممكن يبقى فيها اقل منها. امتى؟ لما يكون ال n بصفر. لما يسالك في التوب اديني المينيمم دايما تخلي ال n بصفر. ليه؟ لان الاكسلريشن رايح ناحيه المركز، في ام جي وكمان ده بتضغط لفوق ففي n لتحت، فالاتنين دول بيعملوا اي ار اللي هي في سكوير على ار. فكل ما ال n زي ال ام جي ثابته، كل ما ال n تزيد ال v هتزيد، وعايز المينيمم اخلي ال n بصفر. فاقول سيجما ال f y لتحت بتساوي m a r ال n زائد m g بتساوي m v سكوير على r. وري له ان ال n بصفر، انك فاهم ان المينيمم سبيد فوق لما يكون مفيش رياكشن رد فعل الارض على السياره او موشنلس او ويتلس، يعني ما يشعرش بوزن. ساعتها بس الام جي هي اللي هتعمل ام في سكوير على ار. اشطب الام على الام، الجي ب 9.8 اضربها في 8 يديني الفي طلعت ب 8.85 متر بير سكند، اقل من اللي طلعناه في بارت اي. يعني ملاحظه بقول ان المينيمم سبيد از ات مينيمم اي ار، والمينيمم اي ار لما تكون الان بصفر، وبالتالي تديني مينيمم فورس. الاثنين دول مجموعهم هو اللي بيعمل الاكسلريشن.